السلام عليكم. جولة مفاوضات تبدو الأهم كما تتداول وسائل الإعلام، وباعتبار التحضيرات السياسية الواسعة لها من قبل جميع الأطراف، وأيضا نظرا لما أفصح عنه المبعوث الأممي بأنها فرصة أخيرة. جولة ستأتي مرتكزة على نقاط خمس متعلقة بالقرار الأممي 2216، في مقدمتها تسليم أسلحة الدولة المنهوبة من قبل الميليشيا، وكذا الانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المدن. ومن المقرر أن يبدأ في مساء اليوم 10 أبريل وقف إطلاق النار ضمن التحضيرات الخاصة بجولة المفاوضات المرتقبة بعد 8 أيام. غير أن الهدنة التي يتم الحديث عنها إعلاميا ليست مشفوعة بنتائج واستجابات حقيقية على الأرض، في ظل استمرار التحشيد من قبل تحالف الانقلاب، وكذا الاستمرار في ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين في منطقة الوازعية على سبيل المثال للحصر. ويتوقع مراقبون لمباحثات التهدئة في الكويت أن تستمر بينما تتواصل العمليات القتالية في الميدان. وهنا يأتي التساؤل، ما الضامن أن تلتزم الميليشيا بالتهدئة ووقف إطلاق النار، خاصة أن أعمالها القتالية على الأرض لم تتوقف؟ ولماذا تستجيب الميليشيا للتهدئة في الحدود بينما تستمر في قصف المدنيين في الوازعية ومناطق كثيرة من اليمن؟ هل صحيح أن مهددات التهدئة أكثر من عوامل نجاحها؟ حول مهددات التهدئة في ظل الأعمال القتالية على الأرض ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بين التفاؤل والقلق يتقلب الشارع اليمني انتظارا لما ستسفر عنه مباحثات الكويت المزمعة في 18 من الشهر الجاري. تباينات في تصريحات طرفي الهدنة، الحكومة من جهة والانقلابيين من جهة أخرى، تنم عن عمق الخلاف الذي قد يودي بأي اتفاق مرتقب. فبينما تصر الشرعية على تطبيق القرار الأممي 22/16 دون قيد أو شرط، يراوغ الحوثيون وحليفهم المخلوع للتنصل عن أي التزام بتسليم سلاح الدولة الذي سيطر عليه الإنقلابيون في سبتمبر 2014. تاريخ الاتفاقات بين الحوثيين والحكومة مليء بالتناقضات الحوثية. أكثر من 34 اتفاقا رسميا وتحكيما قبليا تم بين الدولة وبين الميليشيا منذ دماج في صعدة 2013، وفي كل مرة يتنصر الحوثيون بحجج سطحية واهية، وفي كل مرة يزداد الأمر تعقيدا وصعوبة حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم. رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر شكك بشكل مسبق في جدية الحوثيين وصالح لتحقيق أي نوع من التهدئة، لأننا وللأسف الشديد وجدنا بالتجربة أن الطرف الآخر لا يصدق في وعد ولا يفي بعهد حسب قوله. في العمق ثمة تباين ملحوظ بين طرفي الانقلاب الحوثيين والمخلوع، تمثل في رفض جناح صالح للتهدئة المبرمة بين الحوثيين والمملكة في جبهة الحدود، كما أن لدى الطرفين مخاوف مشتركة من احتواء الخليج لأحدهما على حساب الآخر، بينما يتفقان على أن يشمل الاتفاق إيقافا للغارات. سريان وقف إطلاق النار يبدأ مساء اليوم الأحد، ولمراقبته ستنشأ 3 غرف عمليات للمراقبة ورصد الخروقات، فضلا عن غرفة رئيسة ستكون في مقر المشاورات بالكويت. وستتشكل لجنة الرقابة الرئيسية من 12 عضوا عسكريا يمثلون طرفي الاتفاق، برئاسة اللواء صالح الزنداني عن الجيش الوطني وأحمد مانع عن الانقلابيين. وينتظر إعلان قائمة المرشحين لعضوية اللجان الميدانية التي ستكلف بمراقبة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. تعز وحجة سيكونان الاختبار الأقرب لتنفيذ الاتفاق، إذ لا تزال الميليشيا تواصل الانتهاكات بحق المدنيين، ولا تزال تعز في حاجة ماسة للإغاثة الإنسانية. وتجارب التهدئة السابقة تؤكد أن الميليشيا تحاول الاستفادة منها بحشد المزيد من المقاتلين إلى الجبهات وبمزيد من الخروقات المسلحة. فهل سيحمل الانقلابيون جديدا يستحق الثناء هذه المرة؟ إذا مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسة. مساء الخير دكتور. مساء النور. دكتور، إذا ما تحدثنا عن أن قبل قليل قوات التحالف العربي أعلنت وقف إطلاق النار منتصف هذه الليلة استجابة لقرار الرئيس عبد الرب منصور هادي، هل تتوقع أن الهدنة ستستمر؟ أعتقد أن ينبغي أولا الإشارة إلى نقطتين قبل الإجابة على هذا. الإشارة الأولى أنه ستلاحظ في عندما قمنا بالحديث قبل شهر أو شهرين عن التسويات، كنا في حديث في سويسرا حول إجراءات بناء الثقة، ولم ندخل إلى جوهر التسوية أو جوهر الحل، وليس التسوية، نقول جوهر الحل، في فرق بين التسوية والحل. والآن نتحدث عن وقف إطلاق النار، وكل الحديث الإعلامي منصب حول وقف إطلاق النار
وكأن القضية هي وقف إطلاق النار وليس أن هناك انقلاب وهناك حل له طرق معودة. هذا عنصر مهم بالنسبة لي اللي هو التركيز على أن هناك نوع من توجيه الخطاب الإعلامي نحو قضايا ليست جوهرية، وقف إطلاق النار وتثبيت إطلاق النار. وأود أن أنبه وأرجو أن تعيدني للسؤال، أعيد أن أنوه أن وقف إطلاق النار في هذا التوقيت مطلب غربي وليس حتى مطلب إيراني يلبي. لماذا مطلب غربي؟ من أهم عنصر لإعادة تشكيل الحقول السياسية أن تظل جميع مكونات الحقل السياسي لها نفس القوة، بمعنى ليس هناك طرف منتصر، لابد أن يكون جميع الأطراف بما فيها السلطة الشرعية طرف ضعيف غير قادر على فرض السلطة أو فرض السيادة وغير قادر على الانفراد بالقرار. ومن هنا هذا هو الهدف. اثنين، لماذا وهذا يتطلب بقاء الجماعات في الجغرافيا لتحسين موقعها في المتفاوض. وستلاحظ أن الاتحاد الأوروبي والعالم يعني مشغول انشغال كبير جدا بتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن لم نجد هذا الانشغال عندما تعز محاصرة، عندما تم الانقلاب، عندما الانتهاكات، لم نجد هذا الاهتمام بالأموال المنهوبة، لم نجد هذا الانتهاكات بمتابعة المخلوع، لم نجد كل هذا الاهتمام. نجد الآن عن توقيف إطلاق النار. نحن لسنا ضد توقيف إطلاق النار، ولكن قضيتنا ليس وقف إطلاق النار، قضيتنا أعمق من ذلك. وقضيتنا أيضا ليس الحوار في تفاصيل إجراءات بناء الثقة كما هو في السابق. والآن بالنسبة لي أولا هذا العنصرين أساسيين سنبني عليهما الحديث. بالنسبة لوقف إطلاق النار، الآن قبل قليل هناك أعتقد أن ليس هناك حتى الآن بوادر لوقف إطلاق النار. هو التحالف أعلن أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار منتصف هذه الليلة. ينبغي أن يعلن وينبغي أن يلتزم، لأننا ندرك من خلال الدربة والمتابعة للحوثيين أنهم لن يتوقفوا عن إطلاق النار. الآن تعز حصرت بهذه اللحظة، هناك حصار لتعز من جميع الجهات ويمكن أن يعود الحصار. مراقبين وقف إطلاق النار الأربعة الذاهبون من تعز لم يدخلوا إلى العربية السعودية، ما زالوا في منفذ الوديعة، وأبلغوهم أن الوقت قد نفذ، يعني قد تجاوزوا الوقت المطلوب. وبالتالي هناك الآن المعارك تدور في مدينة تعز، هناك عودة، هناك كارثة إنسانية في الوازعية، هناك حصار لكل مداخل تعز. هذا لماذا؟ لأنهم يريدون البقاء في الجغرافية ويريدون التفاوض من خلال البقاء. الذي أنا أتساءل عليه الآن، المعترف عليه من بديهيات إدارة الصراع السياسي والعسكري، أنه قبيل وقف إطلاق النار ينبغي أن تتم عمليات عسكرية عالية ومحترفة وتقنية لإضعاف الطرف الآخر. لم نجد هذا من خلال، طبعا المقاومة في تعز يعني لا تمتلك كثير من الذخيرة والقوة، ولكن كان ينبغي دعمها بحيث أنها ترفع حصار تعز كاملا قبل الذهاب إلى الكويت وقبل وقف إطلاق النار، بما يجعل الموقف التفاوضي للإنقلابيين ضعيف. ورغم أنني أنا أرفض منذ فترة طويلة كلمة أو مفردة أطراف النزاع، مفردة اختلاف وجهات النظر، وهذا هو الأفخاخ. طيب ما هي المفردات الأصح في هذا السياق؟ هناك ما يسمى السلطة الشرعية والجماعات الانقلابية، هذا شكل واضح، وهناك مواثيق أمم المتحدة، وهناك انتخابات، وهناك المبادرة الخليجية. لا حديث عن اختلاف وجهات النظر في الندوة الفلسفية. عندما نكون في ندوة في الجامعة الفلسفية أو في اتحاد كتاب نتحدث عن اختلاف وجهات نظر، هذا انقلاب سياسي، وهذا هناك ضحايا وجرحى وقتلى. عندما نتحدث عن ليس أزمة سياسية في اليمن، ليس هناك أزمة سياسية هناك. طيب الآن الميليشيا يعني تعتقد أنها ستبدي ولو مبدئيا أي بوادر حسنية أو بوادر لوقف إطلاق النار ولو في فترة الثمان أيام قبيل انطلاق المحادثات؟ هناك إيران تحاورت مع أمريكا 10 سنوات أو أكثر، وبالتالي الآلية إدارة الصراع الإيرانية، انظر الآن ماذا حدث في سوريا، وما زال الأسد موجود في المعادلة السياسية. انظر لبنان، 37 يعني اجتماع دوري للبرلمان ولم يستطيعوا اختيار الرئيس لأن حزب الله معلق العملية لأسباب حرب. انظر إلى العراق، الآن هي مجال جغرافي يتبع إيران ولا يتبع المنطقة العربية. بالتالي هم الـ هناك كما قلت لك توجه غربي
لما يسمى يسموه عندنا يعني استنبات بشكل يعني اصطناعي لما يسمى الشيعة في هذه المجال، واستدعاء أحيانا التاريخ، استدعاؤه واستنباته بشكل جديد. يعني أفهم منك دكتور أن يعني الميليشيات لن تلتزم بهذا بهذه الهدنة، يعني على الرغم من أنها مطلب غربي وإيراني للاستفادة منها للتجذر ميدانيا وفرض يعني سيطرة أكبر على الأرض. ليست تجذر. بالنسبة الآن لدينا طرفين في الانقلاب، المخلوع صالح يبحث عن مخرج وعن تأمين ممتلكاته وملياراته التي أمتصها من دم شعبنا اليمني. بالنسبة للحوثيين هم الآن يدركون تماماً، وأرجو بس أن تعطيني بس جزء من الدقيقة. يدركون تماماً أنهم إذا دخلوا في معركة هم خاسرون لا محالة، لأن هناك موازين القوى واضحة. اثنين، كيف يمكن لي أن أحافظ؟ لأنهم يلعبون أيضاً يعني رغم الحوثيين، ليس الحوثيين هنا الانقلابيين، الحوثيين عندنا لا يمتلكون أي رؤية. الذي يخططهم في بيروت وفي إيران، ينبغي أن تتوقف المعارك هنا، وهناك ضمانة غربية لجعلهم جزء من الحقل، بمعنى أنك ستحافظ على السلاح، ستحافظ على الميليشيات، ستبقى منطقة جغرافية مسيطرة على صعدة وعمران. ستقول لي لكن سيسلبون السلاح، أقول لك الخطة التالية بعد الذهاب إلى الكويت إذا ما تم يعني نوع من الضغوط القصرية الجبارة إلى الذهاب إلى تسوية هشة، تسوية هشة أقول، لأن التسوية لها شروط ونستحدث عليها اليوم. سيتم بعد ذلك إدخال السلطة، ستكون أضعف طرف في المعادلة السياسية هي السلطة الشرعية التي لن تستطيع حتى حماية ما يسمى مربعها الأمني لأنها مخترقة، وسيتم تفجير صنعاء بعمليات انتحارية وتفجيرية دائمة، وسيتم إشعاذ الجنوب بما يجعل الحراك الجنوبي والجماعات التي هي قد لها مطالب حقيقية من أبناء الجنوب والجماعات التابعة للمخلوع صالح تقوم بعملية تهديد المنطقة بتشظي المجتمع اليمني. وفي الشمال سيتم هناك ما يسمى تعزيز وتجذير وتثبيت ثنائية السنة والشيعة في الشمال، وبالتالي لن تجد السلطة الشرعية لا القدرة ولا الوقت للمطالبة بتسليم السلاح. اثنين، ليس الهدف الآن تسليم السلاح، وهذه أكررها في كل مقابلة وسأكررها للمرة القادمة والمرة الرابعة. لدينا الآن 60,000 جندي وضابط في المؤسسات العسكرية والأمنية، تم إعطائهم أرقام وطنية وإدماجهم في المؤسسات، وهناك أيضا موظفين في الجامعات في المؤسسات المدنية. عندما أنسحب من صنعاء أنسحب من ماذا؟ أنا مسيطر على المؤسسات، وبالتالي هناك قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء إلغاء كل القرارات الصادرة. هذا القرار ينبغي أن يكون بندا رئيسيا في أي تشاور، لأن وقلنا من ونقول من قناة بلقيس أن المقاومة لا تعني حمل السلاح، المقاومة تعني أن كل الذين هم مهددين في حياتهم ولا يستطيعون المواجهة بالمظاهرات عليهم أن يرصدوا كل التعيينات في المؤسسات المدنية والعسكرية، لأنهم تم تعويم الأرقام وإعطاء أرقام قديمة في مؤسسة أمنية، وبالتالي سيظل حزب الله، لأن المشروع واضح. وأقولها بوضوح كختم الجزء الأول من الحوار، الحوثيين هم حزب الله اليمني في اليمن، ولذلك الذين يراهنون أن إيران ستتنازل أقول ينبغي أن، وثم هناك عنصر رئيسي، لا يمكن لك أن تدمج جماعة مثل هؤلاء لا يعترفون بسلطتك، السلطة محصورة في البطنين، وبالتالي تسليم السلاح، الانسحاب، إلغاء الوظائف العسكرية والمدنية، وكذلك إحالة كبار القيادات إلى المحاكمة الدولية، وبالتالي لنا حديث آخر سنواصل. ينضم إلينا الآن دكتور الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أستاذ عبد العزيز، هناك من يطرح أن فك الحصار عن تعز يجب أن يأتي متزامنا مع وقف إطلاق النار المقرر بمنتصف هذه الليلة، كيف تقرأ الهدنة ومستقبل هذه الهدنة؟ أعتقد أن المقدمات الأولى لما يسمى الآن بإيقاف إطلاق النار والهدنة المرتقبة خلال الساعات القليلة القادمة تقول بأننا لن نذهب إلى هدنة، وأن القتال أعتقد أنه سيستمر في مناطق كثيرة. والآن أنا أتحدث إليك وهناك اشتباكات في
الجبهة الشرقية وفي مناطق أخرى. اليوم الحوثيون شنوا هجوما كبيرا من منطقة جبل في منطقة جبل صدر، منطقة الشقب وقرابة، وهناك يحاولون فتح أيضا هذه الجبهة، كانت قد هدأت خلال الفترات الماضية لكن عادوا مجددا اليوم بهجوم مكثف لمحاولة اختراق في تلك المنطقة والعودة بشكل أو بآخر لتهديد المعابر الراجلة للمدينة من أجل إطباق الحصار على المدينة. الحوثيون وصالح سبقوا الأذنة تقريبا بتصريحات تقول بأنهم لديهم تحفظات حيال مسودة اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، وكان هناك أيضا حديث عن أن المسألة المتعلقة بوقف إطلاق النار قد تتعثر أو تتأخر لمدة يومين. وأنا من خلال ما نشاهده ومن خلال أيضا التجربة التي يعني عرفناها خلال الفترات الماضية من الحوثيين وممارساتهم، أن الهدنة أعتقد لن تدوم حتى إذا بدأت، أعتقد أنها ستنتهي بشكل سريع، لأن العمل الذي يتم على الأرض بالإضافة إلى الأداء السياسي وتقييم أيضا بعض المواقف الإقليمية والدولية يدفع الحوثيين وصالح إلى التعنت في هذا الجانب، وبالتالي التقاط شكل من الإسناد من خلال بعض الأطراف للاستمرار في مزيد من الاستنزاف والقتل، وبنفس الوقت أيضا فرض شروط تتعلق بمسألة ما يسمى تشكيل حكومة وحدة وطنية وغيره. ومعروف أن الحكومة كانت قد أعلنت بشكل واضح أنهم ذاهبون إلى مؤتمر الكويت من أجل فقط تنفيذ القرار الأممي 22/16، ولا مجال لنقاش أي تسوية سياسية قبل تنفيذ هذا القرار، وبالتالي أعتقد بأن مسألة الهدنة لن تكون يعني أنت تتفق مع الطرح الذي يقول أن إيقاف الأعمال العدوانية على تعز هو المؤشر الحقيقي للهدنة والذهاب لأي مساعي للسلام؟ علينا أن نتذكر بأن الشروط التي كانت طرحت في جنيف 2 كانت تتحدث عن مسألة رفع الحصار عن تعز وإطلاق المختطفين كما يسمى بضمن خطوات بناء الثقة، ونحن الآن في بعد تقريبا 4 أشهر ذاهبون إلى مؤتمر جديد لم يتم شيء من هذه الخطوات التي يتحدثون عنها، لا إطلاق مختطفين، وبالعكس في تعز التي حاولت فتح الحصار خلال الفترات الماضية تكثف الحصار الآن، والآن هم بصدد إطباق الحصار بشكل أكبر على المدينة، وهذا لا يدل على مسألة الالتزام بالإجراءات إجراءات بناء الثقة. فكيف سيكون الحال والحديث عن الذهاب لمناقشة البنود الرئيسية لتنفيذ البنود الرئيسية للقرار الدولي 22/16؟ يعني بالعقل بالمنطق هذا الأمر لا يستقيم على الإطلاق. طيب كيف تقرأ مساعي الحكومة للذهاب إلى السلام والذهاب إلى مفاوضات الكويت بناء على ما يدور في الواقع، يعني حتى سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات أيضا؟ هو عمليا يفترض السلطة الشرعية تتمسك بمجموعة التزامات يفترض أن تكون أصبحت مسألة مفروغ منها متعلقة بمسألة رفع الحصار عن تعز، الإجراءات الأخرى بالإفراج عن المختطفين، لكن يبدو أن السلطة تحاول أن تجاري الحوثيين وعلي عبد الله صالح والذهاب إلى مؤتمر الكويت والاستعداد للتهدئة فقط لاختبار هذه النوايا وأيضا إظهار المزيد من المراوغات أمام العالم، لكن على الأرض وما يحدث أيضا لا يشير إلى أنهم ذاهبين باتجاه هدنة أو تهدئة. علينا أن نتذكر قبل يومين تقريبا كان هناك تصريحات لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية وهو يتحدث عن موقف أمريكي حيال القرارات التي أصدرها هادي، بمعنى أن هناك أنه وهو تحدث بشكل واضح أنه كان هناك ترتيبات لمسألة تسوية في اليمن وأن هذه القرارات عقدت الأزمة في اليمن، ما يعني بأن هناك موقف دولي بشكل أو بآخر، إما أنه سيضغط لإعادة لإنفاذ بعض الإجراءات التي يفترض على الحكومة ألا تدعم لها، أو أنه في النهاية لن يدعم فكرة إجراء هدنة أو حتى توافق أو الذهاب حتى إلى مؤتمر الكويت، ربما يتحدث بشكل دبلوماسي عن دعم دولي وأوروبي بهذا الاتجاه، لكن في النهاية أعتقد على ما خلف الكواليس ربما يكون مختلفا تماما، وأعتقد بأنهم
المجتمع الدولي كما كان موقفه من في السابق لعب دورا سلبيا بكل معنى الكلمة من أجل التحضير والاتجاه بالبلد إلى الكارثة التي نشاهدها الآن. عندما قام الانقلابيون في 21 سبتمبر بالانقلاب المدمر الذي جرى في ذلك الوقت واستكماله في 19 يناير 2015 لم نشاهد موقفا دوليا محترما واحدا. أمريكا لزمت الصمت لمدة أسبوع، وعندما صرح جون كيري بخصوص ما حدث في اليمن قال بأن على اليمنيين الذهاب إلى انتقال سلمي عبر المؤسسات الشرعية، بمعنى أن أمريكا كانت موافقة ضمنيا على الانقلاب ودعمته بشكل أو بآخر. وهناك أيضا من خلال وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن إسناد وتفاهمات كبيرة بين الأمريكان والحوثيين وعلي عبد الله صالح قبل وبعد الانقلاب، بمعنى أن هذه الدولة أيضا كانت لديها أجندة اشتغلت عليها دفعت بهذا الاتجاه. وعندما تغيرت الأمور وتغير الأمر الواقع بشكل أو بآخر من خلال عاصفة الحزم بدأت تحاول مقاربة الأمر بطريقة يعني تتعامل أيضا مع أمر واقع جديد، تتحدث عن شرعية ودعم شرعية لكنها في نفس الوقت أيضا تأمل بأن تمارس الكثير من الضغوط من أجل إمداد تسوية تعيد شحن المشهد لمجموعة عبوات ناسفة تفجر البلد مجددا. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني لفت الأستاذ عبد العزيز إلى نقطة مهمة هي تصريحات جون كيري الأخيرة، الرئيس أو سفير اليمن في الأمم المتحدة السفير خالد اليمني تحدث على أن قرار تعيين بن دغر كان يؤشر إلى جدية الحكومة في المفاوضات، في تصريحات صحفية قال ذلك. الآن في هذه النقطة، نقطة الملف الدولي والإقليمي الضغط على الحكومة الشرعية للدخول في هذه المفاوضات، كيف تقرأ هذا الملف؟ أولا حتى نناقش هذا الموضوع ينبغي أن يكون لدينا نوع من ما يسمى تعارية المسائل لمناقشتها بشكل جدي وعقلاني. أنا أولا أدعم قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والتي يعني تصب في مصلحة اليمن وتدفع أو تخفف الضغط الدولي المخطط والذي سنتحدث عليه الآن، وأدعو رئيس الجمهورية من هنا بأن يستمر في هذه القرارات الحازمة وألا يعمل بطريقة فردية. ينبغي من الآن أن يكون هناك نخبة وفرق اقتصادية وسياسية وذات علاقة دولية تستطيع أن تساهم في استعادة الدولة. القرارات المتقطعة يعني من حين لآخر وعدم وجود ستاف ما يسمى فريق متكامل للرئيس أحد نقاط الضعف. نحن داخلين معركة والمؤامرة كبيرة. بالنسبة للغرب ولماذا هناك ارتباك، أقولها بوضوح، كان هناك يعني نوع من الدفع نحو أن يكون بحاح يسلم السلطة إلى نائبه إلى عبد ربه يسلمها إلى النائب، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويعني وبالتالي الذهاب إلى تسوية وتمثيل الحزب الفلاني بخمسة والحزب الثلاثي بسبعة، وبالتالي وكان ناقص فقط نجيب ثور ونعمل عزومة وليمة وثلثين بثلث. وهذا الجانب تميع القضايا كما شاهدنا خلال الغرب. ماذا يريد الغرب؟ ماذا يريد الغرب؟ يريد ما يسمى بالتسوية الهشة المملوءة ذاكرتها بالجراح كما هو في بغداد الآن. بغداد مهما كانت التسوية كل طرف مملوء في الجراح ومحتقن ومتمترس نحو هويته السياسية أو الطائفية. هذا هو المخطط اليمن، أن يتمترس الجنوبيون أبناء منطقة الجنوبية حول الهوية الجنوبية ويرفضون كل ما هو آتي من الشمال، والآخرون يرفضون كل ما هو قادم من جنوب الشمال ويريدون الهيمنة عليه، وبالعكس ينظرون هؤلاء إلى أنهم زيود وشيعة وإيرانيين ومش عارف إيه. هذا الواقع سنحاول أن نجد له نوع من ما يسمى التسوية الهشة المرعية بضغط الدولي. هذا هو المخطط لبقاء الوضع الأخو. نحن اليمنيين الآن أول عنصر ينبغي التركيز عليه، أولا ستلاحظ لو سمحت بس أعطني بس دقيقة بعجالة، توحيد رؤية دول الخليج عنصر أساسي. وأقول لقادة دول الخليج
أن المعركة ليست معركة اليمنيين وحدهم، هذه معركتهم أيضا، لأن إيران لن تتنازل على أن تبقى في الخاسرة. اثنين، الهدف بتاعتنا ليس القرار 2216، وأنا قلتها المرة السابقة، لدينا من إبريل إلى إبريل سنة من الانتهاكات، نحن بحاجة إلى ملف يعالج هذا، ليس 2216. اثنين، حتى الآن بوادر التسوية هي أين الارتباك؟ الارتباك أنه كما الجميع متجه والحوثيين وافقوا وذهبوا إلى الرياض على أساس أن سيكم نقل السلطة إلى بحاح ومنه سيشكل دولة وعده، بالتالي وبالتالي تلاحظ المخلوع صار تحدث أنه يريد تسوية خارج الأمم المتحدة، والحوثيين ذهبوا إلى السعودية خارج الأمم المتحدة، لا يريدون عقوبات، لا يريدون خضع سيف الدولة. سنكمل في هذه النقطة دكتور عبد الباقي، لكن ينضم إلينا الآن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العمري. مساء الخير دكتور. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. يعني في ظل هدنة مرتقبة في اليمن وفي ظل مفاوضات بعد 8 أيام أيضا، أنت كطرف في الحكومة أو كمستشار لرئيس الجمهورية، برأيك هل ستصمد هذه الهدنة بخلال نظرتك المعمقة بداخل يعني غرف المشاورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع هناك ترتيبات دكتور، أقول هناك ترتيبات جارية للهدنة التي يعني كان الغرض منها تحقيق عدة أهداف. أولا، نحن في الحقيقة جادون في حقن الدماء وفي الاتجاه إلى إيجاد يعني دكتور. نعم، ماذا، هل تسمعني؟ هناك مشكلة في وصول الصوت، لكن الآن أسمعك، تفضل دكتور. صوت في مشكلة. إذن هناك إلى حين حل هذه الإشكالية دكتور، سنذهب مع المشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، من ثم نعود مشاهدين الكرام لاستئناف الحوار في المساء اليمني في حلقة اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباقي، يعني من خلال تتبع الاتفاقات السابقة مع الحوثيين ورئيس المخلوع علي عبد الله صالح، نشاهد أن هناك الكثير من عمليات المراوغة ونكث هذه العهود. ما الذي يعني ما الجديد هذه المرة حتى يمكن الحديث عنه وأن الميليشيا فعلا ستلتزم في هذه النقطة؟ هو كان هناك استراتيجية سابقة لو تذكرت، كان قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن يتم نوع من التصريح بالإفراج عن أو تصريح بقبول ذلك الضغط. ما أن يمر اجتماع مجلس الأمن للشهر القادم حتى يرجع العودة إلى مربع صفر، وهذه آلية تبعت من مخلوع صالح. الحوثيون لم يلتزموا بشيء. في ثورة فبراير 2011 احتلوا صعدة والشباب يعني في الساحات، في دخلوا صنعاء ونحن على السلم والشراكة. بالتالي هؤلاء الآن يتحدثون على السلام والسفن تأتي بالأسلحة. بالتالي لا، من خلال دربتنا لا نثق بهؤلاء جملة وتفصيلا. لا بس أكمل الفكرة، نحن هنا سنتحدث عن الارتباك الذي تم الآن. الارتباك أنهم ذهبوا في مسار قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة هي التي أربكتهم وكانوا يعتقدون. طيب، لمزيد حول هذه النقطة ينضم إلينا مجددا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. دكتور، كنا نتحدث عن الهدنة المرتقبة والنظرة الخاصة بالحكومة الشرعية حول هذه الهدنة، تفضل دكتور أكمل. نعم دكتور، إذن يبدو أن هناك فعلا إشكالية في الاتصال من المصدر من الرياض. أعود إلى دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، نتحدث على أن هناك إشكاليات في التزامات الحوثيين وميليشيا المخلوع في هذه الهدنات المتفق عليها وبإشراف أممي دائم وبإشراف أيضا إقليمي في الكثير من الحالات. كيف يمكن أن
يعني تمارس السلطة الشرعية تخفيف من الضغط الذي يأتي عليها من قبل المنظمات الأممية، وفي نفس الوقت يعني لا ترضخ لمطالب الحوثيين. مثل هذه اللقاء التسوية في الكويت تفضأ تكشف الحوثيين، رغم أن المجتمع الدولي يعني مؤامر بهذا، لكن أيضا ينبغي أن تقوم بتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية في الداخل بكيف تكون موازية للانقلابيين. هناك عنصر سأتي إليه لكن سأنبه إليه الآن. ما الذي حدث؟ الذي حدث الآن أن هناك مسار نحو التسوية رسموه، وهناك تعيين علي محسن. لقد انقسم الجيش في 2011 بين جيش مؤيد للمخلوع وجيش مؤيد للشباب الثورة الشبابية. عندما تم إزاحة علي محسن من اللواء علي محسن، أصبحت القطاعات ليس لديها ما يسمى نقطة تجمع ونقطة تجمع. بقى المخلوع صالح موجود في الساحة، تتجمع حوله القطاعات التي له ولاء بها وعلاقات. إعادة علي محسن يعني إعادة تجميع قطاع من الجيش كبير، وإعادة بناء شبكة من العلاقات مع القبائلي ومع قوة الجيوش، وهذا عنصر مهم. العنصر الآخر أنهم يريدون التهرب من استحقاقات الانقلاب. ما الذي حدث من انقلاب؟ لأن هنا الحديث واضح ومحدد، والسلطة الآن إذا أحد منا توهم أننا سنذهب نحو الاستقرار ونحو إحداث تسوية لليمن من خلال مؤتمر الكويت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فهذا واهم. المشروع هنا يعني المخلوع صالح كان لديه فرصة ومنح حصانة، والمبادرة الخليجية لم تتضمن أي مادة مراقبة أو يعني هيئة رقابية لتنفيذ القرار، ولم تتضمن مواد عقابية لكل من لم ينفذ المبادرة الخليجية، ومع هذا منع حصانة تتنافى وتتناقض مع كل مواثيق الأمم المتحدة ومع حقوق الإنسان، واحتفظ بماله واستمر في السلطة وأخذ نصف الحكمة، ومع هذا لم يلتزم. الحوثيون تم يعني دعوتهم للمشاركة في العمل السياسي وإلى الساحات، وهم لديهم ثم قاموا بانقلاب على إذن أين العنصر الأساسي؟ هؤلاء لديهم ليس عندما تقول أزمة سياسية، أزمة بمعنى أن الجماعات تتصارع. أنت تريد مني أن أكون ممثل في السلطة بكم وزير، بكم يعني أن يكون هناك شراكة حسب الكفاءة، حسب الانتخاب، حسب نتفق على هذا. هؤلاء معيار معين، معيار ديمقراطي الانتخابات، البرامج إلى آخره. هؤلاء لا يسعون إلى مفرن الحوثيين. عندما نقول رفع الضيم، الضيم هنا بماذا؟ أن تعطي مساحة مشاركة، وهنا المشاركة يتحول لحزب سياسي ويدخل الانتخابات. لا، هؤلاء أصلا مشروعهم استعادة السلطة، استعادة السلطة بهيئتها السلالية الإمامية، وتحت ما يسمى تكون هناك ليس الجمهورية، ليس المملكة المتوكلية، الجمهورية اليمنية الإسلامية على الشكل الإيرانية. المخلوع صالح يبحث عن استعادة السلطة العائلية ولديه ثقة بذلك. هؤلاء لا يمكن لك أن ما يسمى عندما تبحث عن توافق، ما هو التوافق؟ أن نتفق على أن نكون في نقطة مشتركة من أجل تحقيق الصالح العام. هؤلاء لا يوجد لديهم صالح عام، لديهم صالح خاص، وبالتالي جميع المكونات يمكن أن تلتقي حول الصالح العام ونقول من أجل مصلحة الوطن. هؤلاء ليس الصالح العام أن يكونوا ممثلين بالسلطة، وليس الصالح العام. طيب هذا، لكن هناك تأكيدات كثيرة على أنهم سيشاركوا في المرحلة السياسية القادمة. هذا في حال السلم. وعندما يكون لديك يعني ملف لحقوق الإنسان، عندما يكون لديك يعني ملفات من الحصار، من تدمير الدولة، من الانقلاب عليها، فأنت حتما ستذهب للجنة العقوبة الدولية. كيف يمكن أن تتنصل؟ سيذهبون إلى الكويت من أجل امتصاص الضغط الدولي ومن أجل الاعتراف بهم كطرف. الآن أصبح طرف من أطراف النزاع، وبالتالي سندخل في تفاصيل إطلاق المختطفين. طيب، إطلاق سراح المختطفين، إطلاق سراح المختطفين، إيقاف وقت إطلاق النار، 22/16. هذا أنا أنبه السلطة، 22/16 يا سلطتنا الشرعية كارثة على الشعب اليمني. إذا كان سقطكم في المطالب 22/16 فهي كارثة. ماذا عن إبريل؟ يعني سنة كاملة من الانتهاكات، لماذا
يعني تتنازلون عنها. يعني هناك حاجة إلى رفع مستوى سقف المطالب حتى يتحقق على الأقل الأشياء المطلوبة على مستوى القرار. أعطي 10 أيام لتنفيذه في الانسحاب قبل ما يحدث تغيير في بنية الوظيفة في الإدارة، وقبل ما يحدث تغيير في الوظيفة العسكرية والأمنية، وقبل ما يدمروا الدولة وينهبوا المال العام ويدمروا المؤسسة المالية والمؤسسة الاقتصادية والتعليم، وقبل ما ينتهكوا حقوق الناس. هذا كان إلى إبريل 10 أيام. نحن الآن معنا حصار، معنا جرحى، معنا أموال مستنزفة، 25 مليار ريال يمني مجهود حربي كل شهر تسحب من الميزان العام للدولة. هناك يعني استنزاف للدولة، هناك استنزاف. طيب في إطار كل ذلك، كل ما سبق ذكره دكتور، وفي إطار أيضا النقطة التي تحدث عنها أن تعيينات الأخيرة لرئيس الجمهورية أربكت الحوثيين إلى حد كبير، هل كان يعني المخطط من قبل الحوثيين أن يذهبوا يعني أن يبدأوا بهدنة مبدئيا في حال لم تقوم هذه التعيينات الأخيرة، أن يذهبوا إلى هدنة مبدئية ثم في المشاورات سيرفض يعني سيضغطوا أكثر في اتجاه تعيين نائب أو نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، ثم أفشل عبد ربه منصور هذا المخطط من خلال القرارات الأخيرة؟ طبعا هو لو أرجعنا إلى خطاب المخلوع صالح ستلاحظ أنه رغم الهجوم الشديد على السعودية وصفه بالعدوان وإلى آخره، كان يطالب بفتح حوار مع العربي مباشر. الآن الحوثيون هم يتشاورون. الحوثيين دخلوا من باب القبائل، من باب شيوخ القبائل، لكن داخلين بجدية البث عن مخرج. بالتالي هم كانوا ماذا يريدون؟ يريدون يعتقدون الطرفين أو الحليفين أنهم سيدخلون لتسوية وسيكونوا هم الطرف القوي أيضا، لأنه ما زال الجيش الوطني يتشكل، وسنذهب إلى تسوية غربية أنه يعني حكومة واحدة وطنية، تقسيم 5 للمؤتمر، 5 للاشتراكي كما هو الآن، 5 لمش عارف مين، 5 كذا وزراء حكومة ماذا، وبعدين بعد فترة نعود إلى مربع الفترة الانتقالية، سيستولوا على السلطة، سيقوموا بنفس العمليات، وسيكون هم الطرف الأقوى، لأنه لن يعطوك فرصة لالتقاط الأنفاس من حيث اغتيالات. اليوم اغتيال تقريبا الصباح، اغتيال، تفجير، انفجار، أزمة اقتصادية، ضرب الكهرباء، سيدخلوك في هذا المربع، وبالتالي سيقولوا الحكومة فشلت، نذهب للانتخابات كما كانوا يخطون. هؤلاء لن يتنازلوا إلا بالاستعداء على السلطة. نحن نقول للسلطة ليس سقفنا في 2016، لدينا ملف، وحتى لو أنتم ليس من أنا أقولها بوضوح، نحن لم نفوض السلطة الشرعية، لم نفوضها حتى في الكويت للتنازل عن دمنا، لم نفوض السلطة الشرعية، نحن فوضناها لقضية التسوية، لكن ليس من حقها أن تتنازل. في هذه النقطة هناك من يطرح أن هنا ليس هناك من ممثلين للمقاومة الشرعية في المشاورات القادمة، وبهذا الوزن الحقيقي على الأرض بخلاف الجيش الوطني باعتبار أن السلطة الشرعية هي ممثلة له، لكن المقاومة الشعبية يجب أن يكون لها ممثلون، وإن كانت المقاومة التزمت بقرارات الرئاسة. أنا عكس هذا، أنا لا أريد أن تتقدم المقاومة الشعبية عن بقايا تراث الدولة، وكنا نحن ننادي بأن لا يتم الحديث إلا عن مجالس عسكرية وعن حكومة، وأن تكون المقاومة الشعبية في إطار توحيد مرجعيات حتى لا ندمر بقايا الدولة. وانظر إلى ليبيا، عندما تقدمت المقاومة الهياكل العسكرية ماذا حدث؟ نحن ينبغي أن نستفيد من بقية البلدان، لا ينبغي أن نقدم، لابد أن تكون الذي يتحدث عنها السلطة المركزية، الحكومة، الوزراء، لابد أن تستلم المؤسسات، اللجان العسكرية تسلمها المقاومة، ينبغي إذا كان هناك استيعاب تستوعب. أما تمثيل المقاومة، المقاومة ينبغي أن تكون ممثلة كطرف، لكن لا ينبغي أن تكون هي المحاور. نحن لا نريد أن نضعف الدولة. اثنين، الذي أريد أن أؤكد عليه أن هناك قصور، الذي أنا الآن يعني هناك نقطتين قاتلتين لنا، ما زال حتى الآن الموقف دول التحالف العربي رغم يعني كل هذه العمليات لابد أن تكون موحدة وجهات النظر من المسألة اليمنية. هناك اثنين عليها أن يعني رغم إدراكها أن الحوثيين لا ثقة بهم هم المخلوع. اثنين، نقطة ضعفنا وأقولها بوضوح، حكومتنا والسلطة الشرعية التي لم تعد قادرة حتى على الفعل. بمعنى أين ملف، أين الملف السنوي هذا؟ أين أنت الآن عندما تفاوض؟ يعني الآن من الذي يقود العملية الإعلامية؟ الانقلابيين حصروا كل الحديث. لماذا؟ وكأننا بإيقاف إطلاق وقف إطلاق النار حققنا المنجز. ليس هذه قضيتنا وقف إطلاق النار، ولا قضيتنا إجراءات بناء الثقة اللي هي هذه المواضيع اللي هي ثنائية. هناك انقلاب، هناك انتهاكات. طيب الآن تعز محاصرة، لماذا لهذه اللحظة؟ نعم. تعز محاصرة. لماذا يعني تستمر الحكومة في
تجاوز هذه النقاط التي يعني لم يكن الحديث عنها حديثا أو لم نتحدث عنها في الآونة الأخيرة، كان الحديث عنها منذ فترة كبيرة. الحكومة بهذه القرارات الأخيرة، كان هناك، نحن تابعنا خلال عام رئيس الجمهورية في مسار والنائب الرئيسي مسار، لا يوجد اتساق أو تكامل أو حتى شعور أن هناك هيكل عالي للسلطة. حكومة عبارة عن وزراء بلا وزارات، أنا أتابعهم في الواتساب والفيسبوك والتويتر، لا أجدهم مشاهدين. وبالتالي نحن بحاجة الآن إلى نخبة يمنية، يعني سلمنا أمرنا لدول التحالف، دول التحالف عندها، لكن هي بحاجة إلى نخبة يمنية كما هو الآن تصدر قرارات بتعيين اللواء علي محسن، ببندغر عليه أن يعمل بوتيرة عالية لإيجاد حكومة ثلثينها وليس ثلث ولا واحد ولا اثنين، أو نقول 95 في منها في 100 في الداخل و 5% في الخارج في إطار زيارات تحسين علاقات الدولية، ليس حكومة في الرياض. علينا ألا نسلم أمرنا لدول التحالف على النخبة اليمنية، دول التحالف نحن في لا نرفضها، هي يعني في إطار التنسيق العام، في إطار التنسيق وليس في إطار التبعية. ليس التنسيق، ينبغي أن يكون هناك مصلحة يمنية، بمعنى دول التحالف الآن جبهة في سوريا، جبهات مصر الآن يحاول الملك سلمان أن يعني يعزز الجبهة العربية، لأن هناك العراق خرجت من المجال العربي، ليبيا الآن نحن ما زال الصراع مستمر، المنطقة العربية متفجرة، دول التحالف العربي ودول الخليج تحديدا أمام فتحوا لها جبهات كثيرة، لا يمكن لها أن تلعب كل هذه الجبهات بنخبة يمنية ضعيفة. اثنين، نحن يجب ألا نكون نرتكب ما يحدث في ليبيا ولا ما يحدث في بغداد، ونحن نعرف النتائج على الرئيس عبد الرب منصور ورئيس الحكومة أن يشكل لنا هيكل حكومي، هيكل استشاري نشاهده يضع ملفات، أما أن تدير حوار وتدخل في 22/16، هل هذا جنون أن تحدثني يا وزير تقول لي نحن لن نتنازل على 22/16؟ هذه كارثة لما يكون وزير أو محاور أو مستشار يتحدث أن سقفه 22/16، هذه كارثة. عندما يدخل في ما يسمى في توجيه الرأي العام نحو الحديث عن وقف إطلاق النار والاتحاد الأوروبي أرسل المراقبين، هذا هو الفخ الدولي اللي هو إيجاد تسوية في لحظة ضعف جميع الجماعات ومستوى بالقوى. اثنين، عندما يحصرك في مفاوضات السابقة في سويسرا حول إجراءات بناء الثقة، هذا يسمى يقولوا البحث شد الطرف إلى التفاصيل. لكن هذا يعني يتعلق الحديث دكتور على أن الطرف الانقلابي هو من يقود العملية الإعلامية وهو من يقود أو من يوجه العملية السياسية بما يريد هو، لكن في نفس الوقت هناك من يرى أن هناك تشققات ليس هناك توجيه، هناك رغبة دولية في إدماج الإنقلابيين الحوثيين في العملية، وهذا هناك نوع، والإيرانيين وحزب الله يستفيدوا من هذا الاستراتيجية الخفية في الاتساق مع هذا المد بالحديث عن الدعاوى والدواعش، وأنه حتى الآن سوريا يتحدث أنهم يعني شريك للمجتمع الغربي في مكافحة الدولة الإسلامية، وهؤلاء شريك في مكافحة القاعدة، وهناك قنوات تحاول أن تثبت أن ما يحدث هو القاعدة لأنها لتصنع من هؤلاء وكلاء. لذلك نقطة ضعفنا نحن عندنا الآن الشعب اليمني لم يعد يتحمل، هناك أزمة إنسانية، أزمة حياتية هناك، وهذا شوف فضيحتنا المالية يتحملها الحكومة. عندما أنا قلتها من هنا قلت أن هناك مبالغ وضعت في عدن في صندوق النشء سحبت من صنعاء المجهود الحربي، هذا خلل. عندما تسحب أموالك، عندما ليس لديك خطة إعلام، لا يوجد لديك إذاعة يا أخي، أنت ما عندكش إذاعة، ما عندكش تلفزيون، ما عندكش قدرة على إيصال مظلمتك، مش قادر تلف ملف حقوق إنسان طيب. وانتهاكات للخارج. دكتور بثواني، الآن هناك هدنة مرتقبة في منتصف الليل، هناك مشاورات مرتقبة، هل ستنجح هذه الحلول بأي شكل كان أم سنعود إلى مربع الذي كنا فيه؟ أنا حقيقة يعني غير متفائل، لأن هناك الحوثيين ما زال والانقلابي لم يلملموا أفكارهم، لأنهم كانوا سائرون ومعدين عدتهم على نقل السلطة وحكومة واحدة وطنية، الآن سيبحثون عن أي عذر وسيذهبون بالتفاصيل، ومنها كما صرح الحوثي أحد القيادات من هنا من تلفزيون بلقيس عندما قال لمن نسلم السلاح، يعني لا يعترف بالجيش الأخير سندخل لمن نسلم السلاح، وهو في إطار الانقلاب أصلا على الدولة. في الدولة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات.
في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقمي التحرير والطاقم الفني. إلى حين نلتقي دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.